حصل بس معايا مشكلة في التسجيل في الجزء الأولاني، فاحنا وقفنا عند السؤال رقم 32. خلاص تعال نكمل. مش هفكرك لو سمحت بعد إذن حضرتك، لما تيجي تذاكر خلي في إيدك ورقة وقلم واكتب الحاجات اللي احنا بنكتبها، عشان أنا في حاجات بكتبها وبنصحها، حضرتك المفروض تكون كاتبها. خلاص؟ طيب تعالى نشوف مع بعض السؤال رقم 32. السؤال رقم 32 ده فيه مشكلة بنت لذينة، ايه هي؟ تعالى نكتبه كده، 8 على 4 في 3 ناقص 1. خلاص؟ هروح اكتب السؤال ده على الآلة الحاسبة، وده أحيانا بيعملوها لما يحب ايه؟ يلبسك في الحيط كده، يعني يحب ينقصك عشان ايه؟ حضرتك مش بتذاكر، فيروح جايب لك سؤال بالشكل ده. يلا، 8، سوري، 8 على 4 افتح قوس 3 ناقص 1، اقفل القوس. القوس اتلوح كده ليه؟ بص ادي السؤال بتاعنا، 8 على 4 في 3 ناقص 1 بيساوي، قال لي بيساوي 1. بس خد بالك بقى من حاجة، شايف هو حط أقواس زيادة من عنده هنا ما كانتش موجودة في السؤال، تمام؟ يبقى احنا لما حسبناها بالآلة الحاسبة طلعت الإجابة بتساوي إيه؟ 1. طيب تعالى نحسبها بقى بدماغنا ونشوف الإجابة بتاعتنا إيه. قال لي هنمشي على نفس الخطوات، أول حاجة في قوس، في قوس، يبقى 8 على 4 في 3 ناقص 1 بكام؟ ب2. طيب وبعدين قال لي الخطوات بتاعتنا دايماً بنبدأ من اليمين للشمال. خلاص؟ طيب هنبدأ ندور، في أي في أقواس؟ لأ، في أسس؟ لأ. في ضرب او قسمه من اليمين للشمال؟ قال لي بص الاول في عمليه ايه؟ قسمه اهي. قال لي يبقى نعمل عمليه القسمه، 8 على 4 فيها الاثنين، في 2، 2 في 2 بكام؟ ب4. قال لي يبقى الاجابه بتساوي كام؟ 4. ايه ده؟ طب ازاي القلم طلعها 1 واحنا لما حسبناها طلعناها 4؟ قال لي عشان في غلطه رهيبه حضرتك عملتها وانت وبتكتب على القلم. الآلة ما بتعرفش تفهم إن 4 وبعدها قوس دي عملية ضرب، فلازم حضرتك تقول له إن دي عملية إيه؟ ضرب. يعني لو عايز أكتب السؤال مع الآلة، بالك أنا وقفت لك الفيديو الأولاني مخصوص عشان أفهمه لك في بداية فيديو عشان أقول لك المعلومة دي. المعلومة دي السنة اللي فاتت أو الترم الأول غالبا في ثالثة إعدادي الناس كانت بتعيط بسببها. خلاص؟ طيب أهو 8 على 4 في افتح قوس 3 كده، وليه يعمل القوس بالشكل الخليط 3 كام ناقص 1، اقفل القوس وما كتبش حاجة ليه؟ ثلاثة ناقص 1، اقفل القوس. بص طيب ايه الكلام ده بيساوي كام؟ شفت الاجابه اختلفت ازاي؟ ايه ده يا مستر، يعني انا لو كنت كتبتها زي ما هي موجوده كده كنت هطلع الاجابه غلط؟ للاسف. بص لازم حضرتك هنا تحط عمليه ايه؟ ضرب. ماشي؟ يا رب تكون خدت بالك من الجزئيه دي. بص خد بالك منها يا محمد بالله عليك لو سمحت. طيب مجموع الجذرين تربيعيين للعدد 16، قال لي أول ما تسمع كلمة مجموع الجذرين ما تكملش، الإجابة إيه؟ صفر. مجموع الجذر صفر، جذر 4 زائد جذر 9، روح اكتبها على الآلة لو أنت مش عارف. طيب الجذر التربيعي للأربعة ب2 زائد الجذر التربيعي للتسعة ب3، 2 و3 كام؟ 5. طب مستر أنا مش عارف، هروح اكتبها على الآلة أهو، جذر 4 اطلع من تحت علامة الجذر زائد، اعمل علامة جذر تاني 9، اطلع من تحت علامة الجذر وادوس يساوي 5. طب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بقى المتخلفين بيعملوا ايه؟ يقول لي جذر 9 ب3، جذر 16 ب4، فالاقيه مجاوب لي 3 زائد 4، ده اسمه ايه؟ تخلف عقلي. ليه يا مستر؟ قال لي على عملية الجذر ما بتتوزعش طول ما في جمع او طرح. امال اعمل ايه؟ قال لي حضرتك تحترم نفسك وتروح تكتبها لي على الآلة زي ما موجود اهو، جذر 9 زائد 16 بتساوي 5. امسح بقى التخلف ده. خلاص اهو السؤال اللي تلاقيني حطيت لك بالاخضر ده، اعرف ان كان فيه تراك.
احنا حسبنا الجزء ده كده كله يا مستر طلع بكام؟ بخمسة. طب الخمسة هي 3 زائد كام؟ 2. ممتازين. طيب المعكوس الجمعي، قلنا كلمة معكوس جمعي يعني نغير الإشارة، ده موجب يبقى الإشارة بتاعته إيه؟ سالب. ونحسب الكلام ده على الآلة الحاسبة، جذر 16 على 25 يطلع 4 على 5. خلاص؟ يبقى كلمة معكوس جمعي يبقى أحط علامة سالب. العدد نحسب العدد ده، العدد ده لوحده ب 4 على 5. يبقى المعكوس الجمعي لل 4 على 5 هو سالب 4 على 5. طب المعكوس الضربي للعدد ده، قال لي تعالى كده اهو السؤال ده اكتبه تاني هنا، المعكوس الضربي للعدد جذر التربيعي لاتنين وربع بيساوي. طيب قال لي اول حاجه لازم اعرف العدد ده بكام، اروح افتح الاله الحاسبه بتاعتي واقول له والله انا عندي جذر. طب ازاي بنعمل اتنين وربع دي على الاله؟ هتدوس شيفت وعلامه الكسر وتكتب لي اتنين وربع، خلاص بتساوي 3 على 2. يبقى العدد ده كده هو الثلاثة على الاثنين. المعكوس الضربي ل3 على 2 هو 2 على 3. معكوس ضربي يبقى بنشقلب 2 على 3. السؤال ده مهم، 3 ألف بيساوي جذر 4 ب. ماشي، انت عاوز مين؟ اللي انا عايز ألف على ب، ألف على ب. لما تروح ما ترجعش بايدك فاضيه، بالله عليك والنبي، انا هروح من الالف للب، اشمعنى يا مستر؟ عشان هو عايز الف على ب، يبقى الف على ب بيساوي لما تروح ما ترجعش بايدك فاضيه. طب اخد مين في ايدي؟ اهو هاخد جذر 4 وال3، جذر 4 على ال3 اللي هي تبقى 2 على 3، يبقى 2 على 3، فين 2 على 3؟ هي 2 ل3، خلاص؟ 2 على 3 يعني 2 الى 3. طيب إذا كان س زائد 5 بيساوي 8 فإن 2 س بيساوي، قال لي ولا أعرف. ليه يا باشمهندس ما تعرفش؟ قال لي تعالى أهو. عرفت ليه بقول لك خلي معاك قلم؟ قلم والكراسة بتاعتك أو الملزمة بتاعتك. خلاص عشان تكتب وراك. يلا يا هندسة. بيقول لي س زائد 5 بيساوي 8. س زائد 5 بيساوي 8. طب يبقى الس بكام يا هندسة يا شطار؟ قال لي س هتساوي 8 ناقص 5 بكام؟ ب3. يبقى السين ب3. طب هو مش عايز السين، هو عايز 2 سين، يعني 2 في 3، 2 في 3 في 6. الله عليك وشطار. يلا 2 أ زائد 3 بيساوي 15 فإن أ بيساوي، قال لي دي معادلة عادية خالص أهو، 2 أ زائد 3 بيساوي 15، يبقى الألف هتساوي 15 ناقص 3 على 2. 15 ناقص 3 ب 12، على الاثنين فيها الست. خلاص؟ ايه اللي انا عملته؟ رحت كتبت الشكل ده على الآلة اهو. رحت قلت له هات شرط الكسر كده، 15 ناقص 3 على الاثنين بتساوي 6. خلاص؟ وضحت؟ يا رب تكونوا فهمتوا. يبقى الإجابة هنا بتساوي 6. مجموع حل المتباينة س أصغر من أو يساوي 1 في ط. عايز الأرقام اللي أصغر من أو بتساوي الواحد في الأعداد الطبيعية. طب الأعداد الطبيعية بتبدأ من فين؟ قال لي صفر واحد اتنين تلاتة وهكذا. طب إيه الأرقام اللي أصغر من أو بتساوي الواحد في الأعداد الطبيعية؟ الصفر والواحد، يبقى صفر وواحد. خلاص؟ حل السؤال ده مهم. مجموع حل المتباين سالب س أكبر من 6، السؤال ده يسمينه إيه؟ يا لهوي. ليه يا مستر بتسميه يا لهوي؟ قال لي عشان السين سالبه. طب يعني ايه السين سالبه؟ قال لي يعني هنغير كل حاجه، عشان كده بنقول لها يا لهوي. تبقى السين بدل ما كانت سالبه بقت موجبه. هنا كان بق السمكه مفتوح عند السين يتقفل في وشها، هنا السته كانت موجبه تبقى سالبه، يبقى سين اصغر من سالب 6. سين اصغر من سالب 6. طيب في طه، خلاص عايز مجموعة الحل في ط، في أرقام سالبة في الط؟ لا، تبقى الإجابة إيه؟ فاضي. وضحت؟ طب السؤال اللي بعده، مجموع حل المتباينة في ن، خد بالك هنا كانت في ط، هنا في ن، سالب 2 س أصغر من الصفر. خلاص؟ قال لي ده سؤال برضه إيه؟ يا لهوي. خلاص؟ ليه يا هندسة يا لهوي؟ قال لي عشان المفروض السين سالبه، فهنعمل ايه؟ قال لي هنغير كل حاجه، تبقى 2 س بدل ما كانت سالبه بقت موجبه،
بق السمكة كان مقفول في وش السين يتفتح، هنا الصفر يفضل صفر، مفيش موجب وسالب، خلاص؟ طيب، ده أنا عايز السين بس، قال لي يبقى سين أكبر من صفر على الاتنين، صفر على أي حاجة بكام؟ بصفر، يعني كأنك بتقول صفر. طيب، عايز السين أكبر من الصفر في نون، يبقى النون الموجبة. خلاص؟ شوية أسئلة جميلة أوي، بجد الملزمة دي ربنا يبارك للي عملها. بص، ربنا يبارك لكم أنتوا كمان وتذاكروها. يلا. السؤال اللي بعده. وصلنا فين؟ سالب 3 س أصغر من 12. قال لي سالب 3 س أصغر من ال 12. ده سؤال إيه؟ يا لهوي. ليه يا مستر سؤال يا لهوي؟ عشان السين الإشارة بتاعتها سالبة، يبقى هنغير كل حاجة. تبقى 3 س أكبر من سالب 12. بص، طب أنا عايز السين بس، قال لي يبقى س أكبر من سالب 12 على 3. يعني س أكبر من سالب إيه؟ 4. ماشي، س أكبر من سالب 4. سالب س أكبر من التلاتة، قال لي ده سؤال يا لهوي، تبقى س أصغر من سالب 3. س أصغر من سالب 3. السؤال ده بيقول لي السين أكبر من الصاد، فإن واحد على سين وواحد على صاد، متعرفش. تعالى نفكر فيها، تعالى نختار للسين أي رقم وللصاد أي رقم، أختار السين مثلا 5. ده السين، خلاص؟ ماشي، والسين كانت أكبر من الصاد، هختار للصاد 2. طيب يبقى 1 على 5، وهنا 1 على 2، ما هو عايز 1 على سين، 1 على صاد، تفتكر خمس ولا نص أكبر؟ ممتازين. يبقى هنا نص، تمام؟ يا رب. احتمال الحدث المستحيل بصفر. بص، احتمال الحدث المؤكد بواحد. مجموع الاحتمالات بواحد. أي مما يأتي يمثل احتمال، احنا قلنا الاحتمال لأي حدث ألف مثلا أكبر من أو يساوي الصفر، أصغر من أو يساوي الواحد. صفر لو هو مستحيل، واحد لو هو حدث مؤكد. في النص ده الاحتمالات. طيب، 1.5 ده أقل من الواحد؟ قال لي لا، يبقى ده ما ينفعش. سالب ما ينفعش. 75% ولا 120%؟ قال لي 120% دي أكبر من الواحد. طب 75%، قال لي دي معناها 75 على 100. أه، هي دي يا مستر الإجابة الصح. ماشي. عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة، احتمال ظهور كتابة نص. ما هي قطعة النقود يا مالك يا كتابة. خلاص؟ احتمال ظهور الكتابة واحد من احتمالين اللي هو الملك والكتابة، يبقى نص. عند إلقاء حجر نار، فإن احتمال يظهر على الوجه العلوي عدد زوجة. عارفين إيه هو حجر النار؟ حجر النار ده اللي بيلعبوا بيه الطاولة. خلاص؟ اللي فيه مين فيه؟ دي فضاء العينة بتاعته، الاحتمالات بتاعته. فيها 6 أرقام، الواحد والاثنين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة. خلاص؟ طيب، أنا عايز احتمال عدد زوجي، عشان ده سؤال بيجي مقالي. خلاص؟ طيب، فين الأعداد الزوجية؟ أدي 1 2 3، اللي هما الاثنين والأربعة والستة. خلاص؟ يبقى كام عدد زوجي؟ 3 من كام عدد؟ من 6، يبقى 3 على 6، اللي هي بكام؟ بنص. السؤال عدد زوجي نص. طب السؤال اللي بعد، عند إلقاء حجر الأرض، فإن احتمال ظهور عدد أكبر من 6، وفي هنا أعداد أكبر من 6، لا، يبقى صفر. فين السؤال؟ صفر. عند إلقاء حجر الأرض، احتمال ظهور عدد أقل من 7، من كل دول أقل من 7، يبقى 6 على 6، اللي هي كام؟ 1، اللي هي 6 على 6. طب في تجربة إلقاء حجر الأرض، احتمال ظهور العدد 9 يساوي، هو حجر النرد ده فيه رقم 9؟ لا، يعني حد احتمال يشوفه؟ لا، يبقى كام؟ ممتازين، صفر. إذا كان احتمال نجاح طالب 8 من 10، فإن احتمال رسوبه 2 من 10. خلاص؟ ما هو الاحتمالات كلها 1. خلاص؟ نجاحه ب 8 من 10، يبقى رسوبه 1 ناقص 8 من 10. خلاص؟ تطلع 2 من 10، اللي هي بكام؟ 1 على 5. عرفت إزاي يا مستر إن هي 1 على 5؟ سوري، عفوا، حسبتها على الآلة الحاسبة. لو رحت كتبت 1 ناقص
صفر علامة 8 بتساوي 1 على 5. إذا كان احتمال وقوع حدث ما يساوي 70%، فإن احتمال عدم وقوعه 30%. طب يا مستر مفيش 30%، بنعمل إيه؟ قال لي ولا حاجة، تعالى حضرتك زي الشاطر كده قول لي 1 ناقص 70%، فين علامة في المية هنا في الآلة؟ أهي شايفها؟ شيفت وأحط علامة القوس. بيساوي مفيش يا مستر 3 على 10 دي، قال لي دوس اس دي يا هندسة، أهي 3 من 10، يبقى 3 من 10 هي 3 على 10 هي 30%، خلاص؟ كلهم ليهم نفس المعنى. فصل دراسي بيه 21 ولد و15 بنت، إذا اختير طالب عشوائي احتمال إنه يكون بنت، قال لي هو أنت عندك كام بنت؟ 15، قال لي يبقى 15 على عدد الطلاب الكل في الفصل، هو الفصل فيه ولاد وبنات، يبقى العدد الكلي كام؟ 1 و5 6، 2 و1 3، يبقى عدد الولاد كلهم 36، يبقى 15 على 36، مش موجودة يا مستر في الاختيارات، افتح الآلة الحاسبة بتاعتك. هقول لي 15 على 36 بتساوي 5 على 12. ده يقدر يقول لي احتمال الولاد كام؟ ممتازين 7 على 12. عرفت ازاي؟ ما هم لازم على بعض يبقوا 1. طيب اذا كان احتمال ان يدل ان يحل طالب مسألة هو 6 من 10، يبقى احتمال ان هو ما يحلهاش كام؟ ده احتمال ان هو يحلها 6 من 10، يبقى احتمال ان هو ما يحلهاش 4 من 10. طيب عدد المسائل المتوقع الا يحلها، خلاص؟ اللي لما تكون عايز عدد المسائل بناخد الاحتمال بتاعهم في العدد الكلي، يبقى 4 من 10 في 30 خلاص بيساوي، احسبها على الآلة الحاسبة، 4 من 10 في 30 بيساوي 12، يبقى عنده 12 مسألة مش هيعرف يحلها. خلاص؟ تمام؟ ماشي، قال لي احفظ المثلث ده بعد إذن حضرتك. ده مثلث الاحتمال. قال لي الاحتمال لأي حدث، ألف مثلا. قال لي عدد ظهور الألف. الألف. اللي هو الحدث بتاعنا على العدد الكلي. طيب انا اديت لك الاحتمال واديت لك العدد الكلي، تعرف تقول لي العدد بتاعه كام؟ اه هضربهم في بعض. طب عايز العدد الكلي ومدي لك العدد بتاع مش عارف ايه، مدي لك الاحتمال بتاعه، هتقسمهم على بعض. خلاص ماشي، اتمنى اكون فهمت. يلا هندخل بقى، لو انت فهمت اسئلة اختر كويس، هي جايبها لك تاني في اكمل، خلاص؟ عشان اشوف بس انت شاطر قد ايه. 7 س اس 0، قلنا الصفر على السين بس، يبقى دي معناها 7 في 1 في 7. طب السؤال اللي بعده، س ناقص 5 اس 0 ب1، ماشي يا مستر، ما انت حضرتك قلت اي حاجة اس 0 ب1، بشرط ان الرقم اللي تحت ده ما يكونش صفر، يبقى الس ناقص 5 ما ينفعش يبقى بكام؟ بصفر. يبقى السين ما تنفعش تبقى بكام؟ بخمسة، يبقى سين لا تساوي خمسة، خلاص؟ ماشي، 9 على 4 بتساوي 2 على 3، أس كام؟ مش عارف. طيب بص يا هندسة، أنا هعرفك زرار كده سحري في الآلة الحاسبة، خلاص؟ بيساعدنا إن إحنا نعرف الأس بكام، خلاص؟ والله ما بلاش، مش عارف، ماشي هقولها لك وخلاص، يلا. خلاص؟ الزرار ده بنستخدمه عشان نجيب الأس، خلاص؟ طب الزرار ده اسمه إيه؟ لوج، تحت علامة الأن على طول، خلاص؟ طيب الزرار ده بياخد منك كام حاجة؟ بياخد حاجتين، الحاجة اللي تحت الأس، الرقم اللي تحت الأس اللي هو 2 على 3، خلاص؟ وإيه تاني؟ الرقم اللي بعد علامة اليساوي، اللي بعد علامة اليساوي بنحطه في القوس اللي هو 9 على 4، خلاص؟ بيساوي قال لي سالب 2، يبقى الأس هنا بكام؟ سالب 2، خلاص؟ يبقى الزرار بتاع اللوج ده بنستخدمه عشان نجيب بيه الأس، تمام؟ يعني مثلا أجي أقول لك 27 بتساوي 3 أس نقط، خلاص؟ تقول لي يا مستر أنت عايز الأس؟ أه، أنا هروح للآلة الحاسبة وأستخدم الزرار بتاع إيه؟ اللوج،
خلاص. طب زرار اللوك ده بياخد حاجتين، حاجه بتتكتب تحت وحاجه بتتكتب فوق. مين يتكتب تحت؟ قال لي اللي تحت القصه على طول، يبقى هنا هكتب 3. طب مين يتكتب فوق؟ الرقم اللي هو موجود هنا اللي هو 27. خلاص انا مش عارف ليه كتبت 3 بالانجليزي. عايز حد غبي يقول لي انت كاتب 4 اصلا، بس يبقى تحت هنكتب كام؟ 3. ماشي ماشي. يلا 2 س اس سالب 2. قال لي يا مستر اس سالب 2 ده هيتوزع على الاثنين وعلى الس، تبقى 2 اس سالب 2 في س اس سالب 2 هتساوي شرط الكسر. ما دام الاس سالب يبقى نعمل شرط الكسر، فوق كام؟ 1، وتحت تبقى 2 اس 2 س اس 2. خلاص عشان احنا مش بنحب الاس السالب. طيب الاجابه بتاعت ده كام؟ 1 على 2 اس 2 ب 4 س اس 2. خلاص يبقى 1 على 4 س اس 2. طب 2 اس 2 كل اس 3، قال لي اس عليه اس بنضربهم، 2 في 3 6. طب ب اس سالب 2 اس سالب 4، اس عليه اس بنضربهم، سالب في سالب بموجب، 2 في 4 ب 8، يبقى ب اس 8. طب السؤال ده جميل قوي، سؤال رقم 7 ده حلو قوي، بيقول لك السين ب 2 والص ب 2 اس سالب 1، عايز س ص. يعني ايه س ص؟ عايز السين اللي هي ب 2 في الصاد اللي هي 2 اس سالب 1. خلاص؟ قلنا الاثنين دي لوحدها يعني الاس بتاعها 1. اي رقمين يتضربوا في بعض الاس بتاعهم شبه بعض ومتغير الاشاره يبقى بيساوي كام؟ 1. خلاص؟ تمام؟ ماشي. ليه؟ عشان بنجمع الاسس، 1 وسالب 1 بصفر، اي حاجه اس صفر بواحد. المعكوس الجمعي، قال لي بنغير الاشاره، طب خد بالك بقى هنا. انا عايز اكبر لك الحته دي، مش عارف اهو كبرتها لك على قد ما اقدر. سالب 2 على 5 اس 2، مش احنا قلنا الاس الزوجي بيلغي السالب؟ يعني العدد ده في الاخر يا مستر هو عدد ايه؟ موجب. طب معكوس جمعي حضرتك قلت بنطلع الاجابه بالسالب، تبقى سالب 2 على 5 الكل اس 2. هو دي الاجابه؟ عايز تبقى شاطر احسب القوس ده بكام؟ اللي هو القوس ده. خلاص حسبت القوس ده طلع ب 4 على 25، تبقى الاجابه سالب 4 على 25. خلاص ماشي، يا رب تكونوا فهمتوها. نرجع تاني. نهار اسود ده كل ده. ماشي يلا. المعكوس الجمعي، قلنا المعكوس الجمعي بنعمل ايه؟ بنغير الاشاره بس بعد ما احسب الرقم. خلاص سالب 2 اس 3، حسبت الرقم ده على الاله الحاسبه طلع سالب 8، يبقى المعكوس الجمعي كام؟ قمت زين 8 يا مستر. طب المعكوس الضربي، قال لي احسب العدد الاول سالب 1 اس 2، حسبته بواحد. المعكوس الضربي للواحد هو ايه؟ 1. طب المعكوس الضربي ل 5 اس سالب 2، احسب العدد ده الاول على الاله الحاسبه. خلاص مش عارف والله، انا عمال ازعق وانتم مفيش والله العظيم. ماشي تاني، 5 اس سالب 2، ايه اللي انا كاتبه ده؟ اس سالب 2 بتساوي 1 على 25 يا مستر، يبقى ده ب 1 على 25. 1 على 25 خلاص، يبقى المعكوس الضربي بنشقلبه يبقى 25 على 1 اللي هو 25. طب السؤال ده من الأسئلة الجميلة جدا، رقم 12 ده سؤال مهم. بيقول لك الألف أس س بتساوي 2، وألف أس ص بتساوي 3. عاوز ألف أس س زائد ص. قال لي يا مستر لحظة بس، مش حضرتك في الضرب بنجمع الأسس؟ قال لي يبقى هتبقى الألف أس س زائد ص، هي أصلا أساسها ألف أس س في ألف أس ص. طب الالف اس س ب 2، الف اس ص ب 3، يبقى 2 في 3 ب 6. خلاص؟ أحيانا يحب يصعبها شوية، يقول لك عايز الف اس س ناقص ص. تقول لي يا مستر ما دي معناها اسمة، يعني إيه اسمة؟ يعني الف اس س على الف اس ص، تبقى 2 على 3. خلاص؟ ماشي يا هندسة، يا رب أكون فهمت حاجة. طيب دي كانت زائد اللي هي ضرب، يبقى 2 في 3 ب 6. طب هنا قال لي 3 وعلامة جمع بنزود الأس 1، تبقى 3 أس كام؟ 6. ممتازين. نص العدد 2 أس 11. طب أمسح معلش الحاجات دي.
عشان كده بقول لك لو سمحت خلي في ايدك ورقه وقلم واكتب الحاجات اللي احنا بنكتبها دي. خلاص معلش ضحي وما تروحش شم النسيم السنه دي واقعد ذاكر. طبعا الكلام مش ليك يا مارك، انت روح شم النسيم براحتك. نص العدد 2 اس 11، ادي 2 اس 11 نصه يعني نقسم على الاثنين. خلاص طب في القسمه قلنا بنعمل ايه للاسس؟ بنطرحها، تبقى 2 اس 10، يبقى الإجابة 2 أس 10. طب ربع العدد 4 أس 11، قال لي ربع يبقى هنقسم على الأربعة، ده نفس الأساس يا مستر، بنطرح الأسس، تبقى كأنك بتقول 4 أس 11 ناقص 1. جبت الواحد ده من فين؟ من 4 أس 1، تطلع 4 أس 10. الصورة القياسية للشكل الرخم ده، قال لي يا مستر الصورة القياسية، يبقى أروح أفتح الآلة الحاسبة بتاعتي، مش هفكر في السؤال ده. أهو شفت؟ موت 7 7. خلاص ماشي، وبعدين اكتب بقى الكلام ده، 7 2 3 اصفار بتساوي اهي 7 و2 من 10 في 10 اس 4، تبقى 7 و2 من 10 في 10 اس 4. خلاص ماشي يا هندسة. يلا السؤال اللي بعده، الصورة القياسية للرقم الرخم ده، قال لي نفس الكلام، هفتح الآلة الحاسبة، خلاص أنا عاملها على الصورة القياسية، هكتب على طول 400 في على 0 علامة 3 اصفار 7 بتساوي 7 على 4 على 25. قال لي مش دي الصورة القياسية، تدوس اس دي، 2 و8 من 10 في 10 اس سالب 1، يبقى 2 و8 من 10 في 10 اس سالب 1. في عيال ما بتعرفش تكتب على الآلة، ده بتبقى مصيبة سودة دي. ماشي السؤال اللي بعده، عشان كده بقول لك ما تتفرجش، لو سمحت حل بايدك. خلاص هات الآلة ووقف الفيديو واعمل كأني بكلم نفسي. يلا 3 اصفار 3 7 بتساوي توس اس دي، طلعت 3 و7 من 10 في 10 اس سالب 4. طب هو مكان سالب 4 كتب سين، يبقى السين بكام؟ سالب 4. اللي بعده نفس الفكرة اهو. بص انا ما بحاولش ادي لك تفاصيل اكتر عشان ما نعكش مع بعض. يا خلاص 6 5 0 3 اصفار خلاص بتساوي على طول كده، طلعت 6 علامة 5 في 10 اس 5، 5 مليون، يعني 5 وقدامها 6 اصفار، 5 وقدامها 6 اصفار، ادي 3 1 2 3 بتساوي، قال لي 5 في 10 اس 6، يبقى اله مكانها كام؟ 6. مش عارف ايه اس 2، هروح اكتبها على الآلة. يلا يا هندسة تعالى نمسك الآلة الحاسبة بتاعتنا، هي كام؟ قوس 0 علامة 0 0 4، اقفل القوس حط لي عليه اس 2 بتساوي دوس اس دي، 1 و6 من 10 في 10 اس سالب 5، يبقى هنا سالب 5. طيب هنا ترتيب اجراء العمليات الحسابية، هقوله لك تاني، اول حاجة اقواس، بعد كده اسس، بعد كده ضرب او قسمة، بعد كده جمع او طرح، من اليمين للشمال. خلاص طيب، وبعدين قال لي روح احسبهم على الآلة. طب انا هشرح لك بس 2 وبعد كده هحسب الباقي على الآلة. هنا بيقول لي 3 ناقص 3 في 4، قال لي أول حاجة نعمل عملية الضرب، يبقى 3 ناقص 3 في 4 ب 12، 3 ناقص 12 بسالب 9، يبقى إجابة أول واحدة كام؟ سالب 9. خلاص روح امسك الآلة الحاسبة بتاعتك، رجعها ازاي؟ بنرجع الآلة شيفت موت 8 1، شيفت موت 8 1، يرجع الآلة الحاسبة بتاعتك. خلاص يلا تعالى نحسب الكلام ده، 3 ناقص 3 في 4 بكام؟ بسالب 9. بص يلا السؤال اللي بعده، 2 في 6 ناقص 2 بكام؟ ب 10، 3 في 6 زائد 4 على 2، تعالى نحسب الكلام الفاضي ده، 3 في 6 زائد 4 على 2 بيساوي 20. خلاص طب نحسب السؤال اللي بعده، يلا 13 12 في 2
أس 2 على 24 زائد 3 أس 2 بيساوي 11. السؤال ده ب 11. طب تعالى نحله بالخطوات السؤال ده عشان شكله جميل كده. 12 في 2 أس 2 على 24 زائد 3 أس 2. خلاص؟ طيب أول حاجة في أقواس؟ مفيش أقواس يا مستر. في أسس؟ أه، تعالى نحسب الأسس. اللي يبقى أول خطوة هكتب ال 12 في 2 أس 2 في 4 على ال 24 هكتبها زي ما هي زائد 3 أس 2 في 9. ممتازين، خلصنا كده يا مستر الأسس. خلاص؟ ندخل بعد كده، في أقواس؟ مفيش أقواس، في أسس؟ مفيش أسس. في ضرب أو قسمة؟ أه، ده هنا في ضرب 12 في 4 ب 48. نكتب الباقي زي ما هو. بس نرجع تاني نبص، في أقواس؟ مفيش أقواس، في أسس؟ مفيش أسس، في ضرب؟ مفيش ضرب، في قسمة؟ في قسمة. 48 على 24 فيها الاتنين زائد 9. 2 و9 كام؟ 11. خلاص؟ طيب جذر 25 على 36، احسبها على الآلة تطلع 5 على 6. طب هنا جذر 9 زائد جذر 16. قال لي لا استنى استنى، روح احسب دول الأول لوحدهم. جذر 9 زائد، لازم اطلع من تحت علامة الجذر، زائد جذر 16 بيساوي 7. قال لي يبقى دول يا مستر بيساوي 7. طب عايز اكتب السبعة تحت الجذر، قال لي تبقى 7 أس 2. طب 7 أس 2 بكام؟ على الآلة الحاسبة احسبها تبقى 49. يبقى كأنك كده جذر، وتحت الجذر هنحسب ال 7 أس 2 اللي هي طلعت بكام؟ ب 49. خلاص؟ جذر 100 ناقص 64. قال لي الأول احسبهم، سيبهم على الآلة أشوفهم يطلعوا بكام. أهو جذر 100 ناقص 64 بيساوي 6. خلاص؟ يبقى دول كده بيساوي كام؟ 6 يا مستر. طب الستة دي 10 ناقص 4. خلاص؟ مجموع الجذرين قال لي من غير ما تفكر صفر. س زائد 9 بتساوي 11. قال لي س زائد 9 بتساوي 11. خلاص؟ يبقى الس هتساوي 11 ناقص 9. مكتوبة فوقيها صح؟ يبقى الس بتساوي 2. خلاص؟ طيب هو مش عايز الس، هو عايز 4 س. يعني ايه 4 س؟ يعني 4 في 2 ب 8. السؤال اللي بعده 2 س ناقص 3. تعالى احله لك هنا اهو. 2 س ناقص 3 بتساوي 9. احنا عايزين الس، قال لي يبقى س بتساوي شرط الكسر الرقم اللي بعد اللي يساوي اللي هو 9 سالب 3 يروح الناحية التانية بموجب 3 على ال 2. خلاص؟ 9 و3 12 على ال 2 فيها 6. خلاص؟ يبقى س ب 6. هو مش عايز س، هو عايز نص س، يعني نص في 6. نص في 6 بكام؟ ب 3. ممتازين ممتازين ممتازين. مجموع حل المعادلة، قال لي لما أطلب منك حل المعادلة لازم تعرف أنت عايز الحل فين. أنا عايز الحل في طه. خلاص؟ ماشي. يبقى هنا س زائد 7 بتساوي، س زائد 7 بتساوي 2. قال لي يبقى الس هتساوي كام بقى؟ 2 ناقص 7 تطلع بسالب 5. سالب 5 موجودة في طه؟ لا. قال لي يبقى فاي. بالله عليك يا أخي ركز ركز ركز، لما أطلب منك مجموعة الحل في طه لازم أحسب قيمة الس. خلاص؟ طب حسبت قيمة الس طلعت عدد سالب، هو السالب موجود في طه؟ لا. طيب بيقول لك إذا كان 3 أمثال، يعني إيه 3 أمثال؟ قال لي يعني 3 س. يبقى كلمة 3 أمثال يعني 3 س، 3 أمثال عدد هو 12، يعني 3 س ب 12. قال لي يبقى الس هتساوي 12 على 3 فيها في الأربعة. طيب يبقى س بتساوي 4. هو عايز ضعف العدد، العدد س ضعفه كام؟ يبقى 2 في 4 بيساوي 8. يبقى ضعف العدد اللي هو 2 في 4 بتساوي 8. مجموع حل المتباينة دي في طه، قال لي عايز الأعداد الأصغر من الاتنين اللي هي صفر وكام؟ وواحد بس. طيب مجموع حل المتباينة س أصغر من أو تساوي الواحد في طه، قال لي الأعداد الأصغر من أو بتساوي الواحد اللي هي صفر وواحد برضه يا مستر. مجموع حل المتباينة برضه في طه، سالب س أكبر من التلاتة. قال لي ده السؤال بتاع إيه؟ يا لهوي. خلاص؟ قال لي يعني إيه يعني؟
قال لي يعني السين هتبقى اصغر من سالب 3. في اعداد سالبه في طه؟ لا. تبقى الاجابه ايه؟ باي. خلاص السؤال ده اتكرر كتير عشان بيجي كتير في الامتحانات. لو سمحت، مجموع حل المتباينه دي في طه عايز عدد اكبر من السبعه واصغر من التسعه. قال لي مفيش غير الست كده، ثمانيه سوري معلش. مش عارف ايه الثقه اللي انت بتقول بيها دي، قال لك سته ومفيش غير. يا راجل حرام عليك. يبقى تاني س اكبر من سبعه واصغر من تسعه، يبقى هو الثمانيه. احتمال الحد سوري الحدث المستحيل يساوي، هي هنا احتمال، لا استنى، ده عايز الحدث المستحيل يساوي فاي. الحدث المستحيل يساوي فاي. طب احتمال الحدث المستحيل صفر كده، بس كده. بص خد بالك من السؤالين دول، احتمال الحدث المؤكد واحد. بص طب مجموع الاحتمالات واحد، عند إلقاء قطعة نقود احتمال ظهور صورة واحد على الاتنين، ما هي صورة يا كتابة. إلقاء حجر الأرض ظهور العدد خمسة، العدد خمسة بيظهر كم مرة؟ مرة واحدة. من كام حاجة؟ من ستة، يبقى واحد على ستة. عند إلقاء حجر الأرض احتمال ظهور عدد زوجي، ولسه قايلينها بتبقى نص. عند إلقاء حجر الأرض احتمال ظهور عدد أولي، مين الأعداد الأولية؟ قال لي تعالى تاني يا مستر، أدي الف خلاص بتاعت حجر الأرض. خلاص الأرقام اللي ممكن تطلع لي في حجر النرد اللي هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. خلاص طيب عايز عدد أولي، الأعداد الأولية اللي هي الاثنين والثلاثة والخمسة، اللي هي الأعداد اللي ما تقبلش القسمة غير على نفسها، والواحد. خلاص يبقى الاثنين والثلاثة والخمسة دول كام عدد؟ ثلاثة. من كام؟ من ستة. يبقى احتمال ظهور عدد أولي هو ثلاثة على ستة، اللي هو كام؟ بنص. طب إلقاء حجر الأرض منتظم احتمال ظهور عدد أولي وزوجي، مين في دول أولي وزوجي؟ اللي مفيش غير الاتنين. بص ده أولي وزوجي. أيوه أنا بسألك في كام عدد؟ تقول لي عدد واحد من الستة، يبقى واحد على ستة. احتمال نجاح طالب 70%، يبقى احتمال رسوبه 30%، اللي إحنا قلنا معناها 3 من 10. خلاص؟ ماشي. احتمال نجاح يوسف 7 على 8، يبقى احتمال رسوبه 1 على 8. خلاص ماشي الحمد لله كده حضرتك خلصت الأسئلة بتاعت أكبر وأكمل، ودي بالنسبة لنا كانت أرخم أسئلة. خلاص ماشي تعالى نوقف.